في مثل هذه التظاهرات، وهنالك منافسة قوية وشرسة نشهدها وتشهدها هذه المسابقة من الإخوة الإعلاميين والإعلاميات من مصر. فهيا شمروا عن ساعد الجد وكونوا قريبين من هذا الحدث، ولتكونوا حاضرين معنا بإذن الله تعالى في التتويج هنالك في سلطنة عمان، في صلالة، في صلالة الخضراء، الذي ينتظر كل من سيكون فائزا أن يكون حاضرا معنا ليكرم ويتوج بإنجازه. شكرا للمركز المصري للإعلام السياحي على جهوده الجميلة والرائعة التي دائما ما يعني نعتبره هو الأساس في المركز، لأنه هو مولد مركز العربي للإعلام السياحي. فشكرا لكل الجهود المبذولة، سواء كان من الزملاء الأستاذ